نعم. قال رحمه الله: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. وساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثن كل حصى، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم تبعنا آثاره وارزقنا السير على هديه واجمعنا به في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يقول المصنف رحمه الله: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف، وهذا يشمل رميها يوم النحر ورميها في أيام التشريق، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، فلا يسن وقوف لا في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ولا في بقية الأيام في رمي أيام التشريق، بل إذا رمى انصرف. وقد استدل لهذه الترجمة بما نقله عن ابن عمر، قال رحمه الله: قاله ابن عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ولم يقف، ويشير بذلك إلى ما ذكره في الباب الآتي حيث قال: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. وقد ذكرت قبل قليل 4 فروق بين رمي جمرة العقبة وبين رمي الجمرتين الأخريين الوسطى والأولى والصغرى. كم ذكرنا من فرق؟ 4 فروق. من الفروق أنه لا يقف عند الجمرة الكبرى ويقف عند الجمرتين قبلها، هذا من الفروق، وهما دل عليه ما ساقه المصنف بإسناده من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في ما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي، يعني النبي يعني ابن عمر سالم يخبر عما كان يفعله ابن عمر فيقول: كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. الجمرة الدنيا أي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، ولذلك سميت الدنيا لأنها أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، وسميت الدنيا أيضا لأنها كانت قريبة من مكان نزول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قريبا من مسجد الخيف، فأدنى الجمار له أقرب الجمار له هي الجمرة الأولى، فلذلك سميت الجمرة الدنيا يعني القريبة من منزله صلى الله عليه وسلم والقريبة من مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى والجمرة الأولى. يقول: كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، أي بسبع أحجار على النحو الذي تقدم وصفه في صفة الحجر الذي يرمى به، وهو حصى الخف كما جاء بيانه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يكبر على إثر كل حصات، أي يكبر عقب رميه كل حصات، وهذا لا يخالف ما تقدم من قول عبد الله بن مسعود: كان يكبر مع كل حصات. فقد تقدم قبل قليل أن المعية
تصدق على المقارنة في الزمان، والتقدم قليلا والتأخر قليلا، فكل هذا يصدق على أنه معية. فمثلا الآن من جاء من أول ما جلسنا فهو معنا، ومن جاء في أثناء درسنا فهو معنا، ومن جاء في آخر مجلسنا فهو معنا، كل هؤلاء معنا، المتقدم والمتأخر والمتوسط، لأنهم مقارنون، فيه نوع من الاشتراك، والمقارنة والمصاحبة، لأن المعية هي المصاحبة، فالمعية لا تقتضي المقارنة في كل في الفعل والقول، بل قد يتقدم الفعل على القول والقول على الفعل، أو يتزامنان ويقترنان. يقول رحمه الله في وصف حديث في وصف فعل عبد الله بن مسعود: ثم يتقدم، يعني رمى جمرة الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم إنه تقدم، أي توجه إلى جهة الجمرة الوسطى، قال: يتقدم حتى يسهل، يسهل أي يدخل في السهل، وهو بطن الوادي. والسبب في هذا أن الجمار كانت في بطن وادي من الوادي، وهو الطريق بين جبلين، فكان أول ما يأتي الجائي من مسجد الخيف يجد الجمرة الصغرى ثم يرميها، رماها عبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أسهل أي تنحى قليلا عن الطريق في مكان يقف فيه للدعاء، قال: حتى يسهل فيقوم. من الذي يقوم؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، مستقبل القبلة أي متوجها إلى القبلة، فيقوم طويلا أي يقوم قياما طويلا. والطول أمر نسبي، يختلف الناس في تقديره، فما يكون طويلا عند أحد قد يكون قصيرا عند الآخر، لكن جاء بيان قدر هذا الطول فيما رواه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنف في سننه وفي مصنفه، أنه كان يقوم قدر سورة البقرة، أي قدر قراءة سورة البقرة. وقراءة سورة البقرة تأخذ في الوقت، إذا كانت قراءة معتدلة قريب من الساعة ونحوها، إذا كانت قراءة معتدلة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، كان يقف دعاء مستقبل القبلة هذا القدر. يقول: ويرفع يديه، أي في هذا الموضع يرفع يديه للدعاء، ثم يقول: ثم يرمي الوسطى، بعد أن يقف هذا الوقوف على هذه الصفة مستقبل القبلة رافعا يديه على هذا القدر من الزمان طويلا، يتقدم إلى الجمرة الوسطى، يتوجه إليها ويرميها بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة على نحو رميه الأول، قال: ثم يأخذ ذات الشمال، يأخذ ذات الشمال أي جهة الشمال من الجمرة. والسبب في هذا أنه أرفق به وأبعد عن طريق السائرين، فأخذ ذات الشمال ليس لمعنى في الشمال، إنما لأجل أنه الأيسر له، لأنه يريد أن يقف فيتنحى عن طريق الناس بأن يأخذ ذات الشمال. يقول: ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه على نحو الوقوف المتقدم بعد رميه الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، قال: ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة، أي بعد أن يفرغ من هذا القيام وهذا الدعاء وهذا الاستقبال وهذا الرفع لليدين، يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة ذات العقبة، الجمرة صاحبة العقبة، والعقبة هو المرتفع الصعب في الجبل، وذلك أن جمرة العقبة كانت في أصل الجبل، قال:
ولا يقف عند نعم من بطن الوادي ولا يقف عندها، أي لا يقف عند الجمرة الكبرى، بل ينصرف كما تقدم تقريره ثم ينصرف. فيقول من القائل؟ عبد الله بن عمر: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي كما فعلت في الرمي وصفته، وفي الوقوف بعد الرمي وصفته، وفي الرمي في الوسطى وصفته، وفي الوقوف بعد ذلك وصفته، وفي رمي جمرة العقبة وصفته، وعدم الوقوف بعدها، هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل ذلك على أن السنة في الرمي أن يكون على هذا النحو الذي وصف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو وصف مفصل. وليعلم أن من أهل العلم من قال إن هذا القيام الطويل في الدعاء بين الجمرتين بعد الأولى والوسطى لأنه من مواقع إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء، ما يدعو به المؤمن في رمي الجمار بعد الجمرة الأولى والجمرة الوسطى. الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده أن رمي الجمار يبتدئ برمي الجمرة الصغرى، وهذا محل اتفاق أن المشروع لمن أراد الرمي أن يبتدئ رميه بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أخل بالترتيب، فبدأ بالصغرى فبدأ بالكبرى أو بدأ بالوسطى، هل يحتسب رميه أو لا؟ فذهب جمهور العلماء من أهل الفقه وغيرهم إلى أنه لا يصح الرمي إلا مرتبا، لا بد من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. واستدلوا لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال جماعة من أهل العلم إن الإخلال بترتيب رمي الجمار لا يعود على الرمي بالإبطال، بل الرمي صحيح لكنه خلاف السنة. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. والأقرب من القولين أنه ينبغي أن يحافظ على الترتيب في رمي الجمار، لأن رمي الجمار عبادة واحدة، فتقديم بعض أجزائه على بعض خلاف ما هو مراعا في العبادات المرتبة التي يتصل آخرها بأولها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو قول الجمهور، هذا الأظهر والله أعلم، على أن الدليل هو مجرد الفعل، لكن لزوم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأيام كلها وسير الصحابة على ذلك مع قول خذوا عني مناسككم يشعر بأن الترتيب لازم، هذا الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. من فوائد الحديث أنه يرمي الجمار كل جمرة بسبع حصيات، فمجموع ما يرميه في اليوم 21 حصاة. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وتناقلته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد مشروعية التكبير مع كل حصاة كما تقدم، وأنه يصح أن تكون أن يكون التكبير بعد الرمي، يعني على إثر الرمي عقب الرمي. وفيه من الفوائد سنية الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى، ويسن أن يكون وقوفا طويلا، وأن يستقبل فيه البيت، وأن يرفع يديه، وهذا من مواطن الدعاء التي ثبت فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. هذا من المواطن التي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء جاء على عدة أنحاء في السنة النبوية،
لعلنا نجعل ذلك في درس الليلة إن شاء الله تعالى، لأن الإخوان اللي ينظفون جاءوا، فنأخذ بعض الأسئلة ونستكمل. وقفنا على صفات الدعاء الواردة في السنة، الليلة بعد المغرب نكمل ذلك إن شاء الله تعالى.